الفكرة دي بقى جميلة جدا، لو عندك كده بوت او جزمة شمواه او قطيفة هنعمل بقى فكرة حلوة جدا عشان خاطر ما نجيبش عليهم مية عشان ما يبوظوش معانا، لا هننضفهم كده بمنتهى السهولة معانا وبدون اي مجهود ولا تعب. هجيب بقى منديل مبلل، هبدأ كده اخد واحد من المنديل المبلل. بصراحة المنديل المبلل ده بينفعنا كتير وبيريحنا بصراحة، يعني كده بيبقى فيه الكحول وبيبقى ريحته حلوة جدا وبينضف معانا على طول. وهتبدأي بقى كده تعملي على الشمواه، هتلاقيها بقى بتلمع معاكي بمنتهى السهولة وبدون اي مجهود ولا تعب. بالشكل دوت كده تنضفيها هتلاقيها بتلمع معاكي بمنتهى السهوله. طبعا كده ننضف حاجتنا عشان ما تبص معانا من الميه، لان كل ما تجيبي عليها ميه كده مش هتبقى حلوه معاكي خالص، هتلاقيها كده نحلت معاكي بالذات القطيفه والشمويه. بقى ما شاء الله الشمويه بقت عامله معايا ازاي، بتلمع معايا بمنتهى السهوله بدون بقى ولا ميه ولا اي حاجه حطينا اهو. وتمسحي برده الكعب كده هتلاقيه بقى بيلمع معاكي. هجيب بقى منديل جديد وهبدأ كده برضو اعمل على القطيفة، هتلاقيها بقى بتلمع برضو معاكي بمنتهى السهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده بصراحة، يعني حاجة كده تنضف لنا الحاجة بمنتهى السهولة معانا وبدون اي مجهود ولا تعب. قطيفة بقى او شمواه اعمليها بالطريقة ديت وهتعجبك جدا. شايفين بقى ما شاء الله البوت معايا بقى نضيف وزي الفل، طبعا بقى بايه، بالمنديل يعني بقى، ولا حطينا مية ولا اي حاجة. جربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد بإذن الله.